عقد كأس سمو الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله للدرجتين الأولى والممتازة. هنا عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب اي ار تي سبورت 7 بالتحديد، وعبر برضو قناة اي ار تي الزعيم، الجميع ينتظر والجميع يترقب صافرة بداية المباراة من جانب الحكم. صافرة البداية بتعلن عن بداية المباراة، وادي اول كرة كده ملعوبة وجول. اسرع هدف نواف العابد. نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاف واحدة في المرمى في اقل من 3 ثواني. اسرع هدف في العالم نواف العابد خد واحدة هوب في الجول، خد واحدة في المرمى في الجول، وواقف احمد الرشيد اللي يتفرج مشاهد زيه زينا، وادي نواف العابد خد واحدة غدر بيه وعلى فكرة الغدر